هنا بأحدى المناطق النائية بولاية صعيدة تعيش العديد من العائلات في أوضاع أقل ما يقال عنها أنها كارثية، فقر وحرمان من أدنى ضروريات الحياة. قوافل الخير حطت الرحال بهذه المناطق المعزولة، وفي إطار تحقيقها لأهدافها الإنسانية والاجتماعية بالتنسيق مع جمعية التضامن والإحسان، تدخلت لمد يد المساعدة بإطلاق مشروع الأسر المنتجة تربية الأغنام لفائدة الأرامل والأيتام. مشروع الأسر المنتجة متمثل في وقف الحيوان حتى تتمكن الأرملة في تسيير أمور شؤونها الحياتية بدون أن تمد يدها للمحسنين، وندعو الله أن يمد التنمية في بلادنا. كما باشرت الجمعية أيضا من خلال هذه الخرجة بتوزيع المواد الغذائية ومجموعة من الأفرشة والبطانيات على المعوزين القاطنين بهذه الأماكن النائية. أما ربي يسركم إن شاء الله. كي دخلتوا علينا بالبركة إن شاء الله، ودخلتوا علينا فرحتونا إن شاء الله. نشكر كل المحسنين اللي ساهموا معنا في هذا المشروع للأرملة، وراك تشوف راهم جماعة جاوا من الجزائر وبليد، راهم جابوا هذا النعجة للأرملة باش الأرملة ما توليش غير تمد يديها، باش تولي تتكل على روحها. العملية هذه الهدف منها إعادة زرع ثقافة تربية المواشي لدى هذه العائلات الفقيرة حتى تتمكن من كسب قوت يومها وتقلل من المعاناة التي تعيشها هذه العائلات.